ده حلو قوي يا سلمى، دي هدية فرحك، عايزاكي تبقي أحلى عروس النهاردة. ربنا يخليكي ليا يا رب، بس انتي عارفة إنها مش مبسوطة. ليه يا حبيبتي مش مبسوطة؟ بس مفيش عروسة ما تبقاش مبسوطة يوم فرح. مش عارفة يا سلمى، مش بإيدي، مش عارفة أنساه. مين ده اللي مش عارفة تنسيه؟ هتنسيه وهتنسيه غصب عنك كمان. مصطفى بيحبك وشريكي. أنا ما بحبوش، عايزاني أتجوز. مش مهم تحبيه، مش عايزاني أتجوز واحد ما بحبهوش. مش مهم أنت تحبيه، المهم هو بيحبك. لا أنت آخر ولا أول واحدة تتجوز واحد ما بتحبهوش. هتحبيه مع الوقت، معاملته هتخليكي تحبيه. وبعدين عايزة أقول لك حاجة، أحسن بقى إنك أنت ما بتحبيهوش، هو هيعمل المستحيل عشان أنت تحبيه. يا هبلة افهمي. أنا عايزة كده تضحكي. اضحكي بقى، طب عايزاني أزمرط لك عشان أضحكي. يا عريس واقف ليه؟ يلا روح خد عروستك من ايدها. يلا. لا خلاص مش لزوم. هو ايه اللي ملوش لزوم؟ انا بعزمك على الغدا. روح خد عروستك من ايدها عشان تنزلوا تحت، المعازيم مستنيه. روح جوزيها اللي بتحبه. انا سمعت كل حاجه. طب كويس انك انت سمعت. سمعت ايه يعني؟ واحده ومتوتره يوم فرحها. عادي. بتحصل مع كل البنات على فكره. لا مش توتر، انا مش هقدر اجبرها تتجوزني وهي بتحب واحد تاني. مين ده اللي بتحبه؟ معرفش. انت عارف اللي كنت بتتكلم عليه ده مين؟ ده واحد كانت بتحبه من ايام المدرسه. هنحاسبها؟ بقول لك هبله ومتوتره. اختك ما بتحبنيش. لا بتحبك. لا حتى لو ما بتحبكش، الحب اللي انت بتحبه لها هتحبك، مع المعامله هتحبك. سلمى ما تضغطيش عليا، أنا مش هقدر. لا هتقدر. أنا مش هخليك تبوظ فرح أختي ولا تبوظ فرحك. أنت هتاخدها من إيدها، هتنزلوا تحت، هترقصوا وتفرحوا وتهيصوا مع بعض كأن مفيش حاجة حصلت. هو فعلاً مفيش حاجة حصلت أصلاً. يعني إيه مفيش حاجة حصلت؟ لا في يا سلمى. لو هو حب قديم زي ما أنت بتقولي، مالك ما قالتليش ليه؟ علشان مفيش موضوع أصلاً. لا. كان ممكن تقولي وكان ممكن اعدي الموضوع عادي. بص يا سلمى، انا عارف ان انت شايله هم المعازيم تحت. انا هنزل انهي الموضوع وكانها تعبت. بس انا مش هسمح لك تبوظ فرح اختي. هتتجوزها يعني هتتجوزها، ودي اللي انت عايزاه، لكن انا مستحيل اتجوزها. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.